Hello everybody, how are you? مرحبا بكم جميعا إلى درس يسأله كثير من المبتدئين في دراسة اللغة الإنجليزية وكذلك الذي مشى يعني لبعض الوقت في دراسة اللغة الإنجليزية. السؤال اللي بيضع نفسه لكثير من الطلاب، أنا مش عارف أنا كيف أدرس اللغة الإنجليزية، يعني إيش اللي المفروض أخلصه أول حاجة، ثم إيش، ثم إيش، ثم إيش، يعني ما هو الترتيب الصحيح، يعني ما هي الطريقة الصحيحة اللي أنا أحتاجها يعني عشان أوصل إلى مرحلة جيدة في اللغة الإنجليزية. طبعا اليوم أنا حطيت 10 نقاط، ال10 نقاط هذه أنت محتاج إنك تتبعها عشان تعرف أنت ما هو الطريق الصحيح حتى توصل إلى اللغة الإنجليزية بشكل جيد. طبعا أنا ما بتكلمش إنك توصل لدرجة الاحترافية، ولكن بتوصل إلى يعني مستوى جيد في اللغة الإنجليزية، وبتتكلم وبتتحادث بيسمعوك وتفهمهم وتستطيع إنك أنت تطبق اللغة الإنجليزية. طيب تعال ندخل في الموضوع. أنت في الأول إذا أنت نفترض إنك أنت طالب من الصفر، يعني من الحروف، أول شيء أنت مطلوب منك إنك تبدأ تحفظ الحروف كتابة ونطق. طبعا كل النقاط اللي أنا هتكلم عليها هنا هنستخدم فيها السكيلز، يعني المهارات كاملة. يعني أنت لما تاخذ حرف أو تاخذ كلمة أو تاخذ جملة أو تاخذ سؤال من اللي هتكلم عليهم، أنت هتحاول إنك أنت تستمع إليه، تكتبه في الجوجل مثلا وتسمع كيف ينطقه، لأنه عندك ترجمة جوجل. لو واحد كتب في جوجل ترجمة جوجل هتشوف فيه مايكروفون بتضغط عليه، تكتب الجملة اللي أنت بتشوفها والكلمة أو الحرف عشان تتأكد من نطقه فيعطيك. ايضا في الريدنج بتحاول انت تقرا وراه بتكرر. ايضا الرايتنج تستخدم الاسئله والكلمات والحروف هي بتكتبها بشكل كثير وتمرس عليها. والجرامر اي القواعد اللي احنا تكلمنا عليها في مقاطع سابقه، الازمنه وما الازمنه. البرونسيشن اللفظ، انت بتلفظ الشيء هذا بشكل صحيح، تاكد من نطقك هل هو نطق صحيح ولا مش صحيح، وهذا يعني الان عندك زي ما كلمتك الجوجل يساعدك كثير. بعد ما انت تتعلم الحروف بشكل كابيتال وسمول، اي وبي وسي، تاكد، لا تحاول تنتقل الى المرحله الثانيه ما لم تكن متاكد من فهمك لها. 2 الحروف اللي تنطق واللي ما تنطق، وانا يعني نزلت ايضا مقطع اقوى درس تقريبا للنطق او شيء، بتحاول تتاكد فيها وتشوف كلمات وتاخذ عليها امثله. بعد ما تخلص من الحروف، بعدين الحروف اللي تنطق واللي ما تنطق والحروف المتحركة الاي والاي والاشياء اللي تدخلها، تنتقل الى الكلمات، يعني تبدا تاخذ الكلمات. وانبه هنا ايضا انه الكلمة لما تحفظها عزيزي الطالب، اعرف هي كلمة اسم ولا فعل ولا صفة ولا ايش هي بالضبط، حرف جر، لانه هذا هيفيدك للمستقبل. انت هتعرف انه هذه فعل فتعرف تستخدمها في جملة لانها فعل. بعد ما تحفظ كلمات، والكلمات هذه ممكن تاخذ مثلا الصفة وعكسها، تاخذ مثلا بعض ايام الاسبوع ساندي ساتردي ماندي، بتاخذ الشهور، بتاخذ السبرينج الربيع فصول السنة، بتاخذ بعض كلمات من الحيوانات الانيمالز الكات الدوغ الليون والاشياء هذه، بتاخذ كلمات كثيرة وهذه موجودة في الانترنت الان، اصبح عندك بحر، يعني تستطيع انك انت تختار، اكتب كلمات حيوانات، كلمات كذا كذا، ايام الاسبوع، كل هذا اللي بكلمك عليه ستجده موجود، وكلمات للمبتدئين هتجدها موجوده ايضا، وتستخدم نطقها ايضا. بعد ما انت تخلص هذه ال3 نقاط، الحروف ثم الحروف اللي تنطق واللي ما تنطق، ثم تبدا تحفظ كلمات، من الطبيعي انك تنتقل الى يعني تكوين جمل، سنتنسز، يعني تكون جمل. وهنا انا انبه انك ما تنتقل الى النقطة ال5 الا بعد ما يعني تتأكد انك بتكون جمل كثيرة. دليل على ذلك النقطة ال5 كتبت using، استخدم too many new words، استخدم كلمات جديدة كثيرة جدا. يعني انت اخذت كلمات اللي قلنا عليها الحيوانات وساتردي وساندي والالوان كلرز، حاول انت تستخدمهم في جمل. طب انا كيف اعرف كيف؟ انا عندي مقطع مسويه كيف تكون جملة، اكتب جمل، اكتب جمل بشكل مكثف. حقيقة هنا النقطة تحتاج انه شخص يوجهك ان هذه الجملة صح او خطأ، اذا كان عندك احد بعينك بيكون كويس، بينما انت لو اتبعت يعني الدرس بشكل جيد هتشوف انه اخطائك تكون قليلة. احنا بنتكلم على اساس الموضوع، ممكن تكون بعض الاخطاء الثانوية مش مشكلة، مع الممارسة هتمشي معاك. اذا نرجع، تكون جمل كثير جدا من الكلمات اللي حفظتها
اللي اتكلمنا عليها النقطة اللي قبلها، ثم تنتقل إلى كلمات نيو. خد بالك أنا بتكلم نيو، كلمات جديدة وتستخدميني يعني جدا كثير. أنت الكلمات هي البنزين، هي الطاقة اللي بتمدك إنك تحفظ وتفهم، لأن هي اللي بتخليك تكون جمل كثيرة. كل ما كانت كلماتك محدودة، كل ما لما بتسمع أو بتقرأ ما بتفهمش يعني إيه على إيش بيتكلم. كل ما كثرت كلماتك، كل ما اتضحت الصورة عندك بشكل أكثر. والكلمات زي ما كلمتك ممكن تحصل على أيضا من القصص. القصص أفضل طريقة تزيد لك عدد الكلمات، وممكن إنك أنت تستمع قصص. أنصح إنك تبدأ بالمبتدئ، ابدأ بالبداية، تمام؟ بعد ما أنت تستخدم كلماتك الجديدة أيضا، keep questions، تحفظ كمية أسئلة. كمية الأسئلة هذه هي اللي هتخليك تظهر على سطح اللغة الإنجليزية وتتحدث اللغة الإنجليزية. بمعنى إنك أنت لو حفظت لك 10 20 30 سؤال، أنت كذا بالمحادثة بتتحسن. لأنه لو افترضنا إنه في شخص قدامك هنا أجنبي وأنت حاب تجري معاه محادثة، أنا بتكلم في المحادثة، فأنت أوتوماتيكيا هتحاول تقول له واتس يور نيم، وير آر يو فروم، هاو أولد آر يو. وإذا ما عندكش أسئلة بتشوف نفسك بتسكت، لأنك لو حاولت تكون أسئلة بطريقتك العربية ستجد إنه مش هيفهمك. يعني انت حاب تقول لي مثلا اجنبي هذا انت تدرس فين او فين بتشتغل، يو وورك وير، هاي طريقه عربيه يعني زي الهندي زي ما قلنا بيتكلم اللغه العربيه، انت شغل فين، لكن هو في سؤال محدد، وير دو يو وورك، وير دو يو ستدي، وير دو يو ليف، اين تدرس، اين تعيش، اين تعمل. هالسؤال هذا تحفظه زي ما هو. عشان كده انا نزلت مقطع له اسرع طريقه لتحدث اللغه الانجليزيه، مقطع جدا مهم ممكن هيفيدك وهيوضح لك الصوره اكثر. بعد ما تحفظ اسئله وتحفظ كمان عده اسئله، كل ما كان عدد اسئلتك اكثر كل ما مستواك في المحادثه تحسن. Practice questions، طبق الاسئله هذه، بعد ما حفظتها انت هتستفيد منها ايه؟ يعني اذا ما طبقتش الاسئله هذه انا مش مستفيد منها. انت هتشوف اي واحد جنبك قريب اجنبي تبدا تساله هلو وير وير يو بورن، اين انت ولدت، النطق غريب ايش قلت، وير وير يو بورن، كيف وير وير، الحين عندك هنا وير اين، وعندك هنا وير كنت، وير وير يو تنطق، لانه الاتش لما ينطق النطق تقريبا واحد. وير وير يو بورن، اين ولدت، فيقول لك اي واز بورن ان لندن. وين، غير الوير الى وين، متى، متى أنت ولدت؟ When were you born؟ متى ولدت؟ I was born in 1996. How old are you؟ تدخل تطبق الأسئلة اللي أخذتها. كل ما تحصل شخص أجنبي، كل ما تسافر، ممكن تاخذ تشات دردشة كذا في النت وتدخل مع ناس تتعرف عليهم وتطبق الأسئلة اللي معك، هتشوف نفسك في اللغة الإنجليزية انتقلت. بعد ما تطبق الأسئلة، joining sentences، أنت الآن بتكون جمل كويس ومعك أسئلة كويس، بس مش هتكون على نفس المستوى. انا بكون جمله اي واتش تي في، اي بلاي فوتبول، اي ستدي انجلش، خلاص يعني انت الان حاب تنتقل مرحله بعدها. فقوم اربط جمل مع بعض ويسموها جوينينج، ربط السنتنسز الجمل. بمعنى كلنا بنحب نوصل الى مرحله انه يتكلم واحد الانجليزي بطلاقه. بطلاقه يعني ايه؟ يعني ما حدش بيجي يقول مثلا انا اي لايك English, I play football, I work, الجمل البسيطة هذه لا، الواحد حابب انه يجيب جملة ويربطها بجملة ويربطها بجملة. وهذه من الدروس المتقدمة في شوية في اللغة الإنجليزية، مش متقدمة كثير يعني، بس أنت بتربطها بأدوات ربط زي البات، زي البيكوز، زي السو، زي الوين. هذه الكلمات كلها بتربط الجمل، أنت هتحتاج أنك تدرسها بعد كذا. مثلا زي مثلا باللغة العربية، أنا أعطيك أول شيء جملة باللغة العربية ونحاول بعد كذا نترجمها باللغة الإنجليزية. واحد يقول مثلا أنا ما أحبش أعيش في جدة مثلا لأنها حارة، ولكن أنا يعجبني في جدة بعض المولات الجميلة والكبيرة. أحيانا ربط الجمل هذا مثلا واحد يقول I don't like to live in جدة because it's hot but there are beautiful malls and وتربط الجمل. هذه ربط الجمل هو اللي يدفعك انك انت تواصل الحوار اللي كلكم بتبحثوا عليه. انت لما تسمع واحد بيتكلم جمله بسيطه بتقول انا ما بتكلمش يعني مره يعني تسمع واحد يقول لك هلو ماي نيم از علي، اي لايك سبورت، اي دونت لايك ميوزك، اي هاف ا كار، بتقول اي لغه. لكن لما بتسمع يقول لك يس اي لايك سبورت بس اي دونت لايك ميوزك بيكوز ميوزك ميكس مي، لان الموسيقى تجعلني فيل سم تايمز. لما بتسمعه بيربط الجمل انت بتشوف ان هذا متحدث جيد باللغه الانجليزيه. وهذه هي المرحله اللي بنتكلم عليها، وهي مرحله انتقال من مرحله مبتدئه الى مرحله متوسطه باللغه الانجليزيه.
المرحلة التاسعة write many paragraphs، اكتب paragraphات كثيرة. paragraph طبعا مو جملة، paragraphات هي مجموعة جمل اللي تيجي قطعة. اكتب كثير. ليش طيب؟ لأنه كتابة الباراجرافات بشكل كثير تخلي التفكير عندك وتكوين الجمل يصبح أسرع. يعني أول لما أنت كان ما عندكش قدرة في التعبير، بعض الناس يقول لك أنا ما عنديش، ما أعرفش أعبر، ما أعرفش أعبر باللغة الإنجليزية. ما تكلموا باللغة العربية بربنت، يعني ما شاء الله عليه بريمو، بيتكلم ويمشي معه. تقول له يعني في اللغة العربية بتعرف تعبر، واللغة الإنجليزية ما بتعرفش تعبر ليه؟ فيضحك ويقول لك لا أنا مش عارف. لا أنت لازم، عشان كده محتاج تمارس. يعني اكتب مثلا على مثلا عن نفسك، اكتب عن رحلة أنت رحتها أنت وزملائك. I and my family، أنا وعائلتي أو my friends went ذهبنا to New York in 1986 في عام كذا. We visited، زرنا كذا كذا. لما تكتب باراجرافات وتربط الجمل أثناء الكتابة عقلك بيتحسن، المشاكل اللي فيه بتتحسن، بتنتقل من مرحلة إلى مرحلة بدون ما تشعر. وطبعا انت كل ما عرضت هذه الباراجرافات على مدرس يوضح لك اخطائك هيكون افضل بكثير. اخر مرحله اللي هي النقطه العاشره، اللي هتحس نفسك برضو وصلت الى مرحله يسموه بر الامان، هو ترانزليشن. ترانزليشن يعني الترجمه. انت الان هتلاحظ نفسك بعد ما توصل بعدي هذه المراحل كلها، هتشوف نفسك وانت جالس كذا بتشوف واحد بيتكلم جمله في التلفزيون او في اي مكان، فبتسال نفسك هذه كيف يقولها في اللغه الانجليزيه؟ هذا لو حبيت ان انا اترجمها كيف اقولها؟ وتبدا انت تسال نفسك اسئله كثيره، وتبدا تدخل في تحدي وبتحطها في الجوجل. يعني انا لو حبيت اقول لواحد مثلا لا شكر على واجب، يعني ايش اقول له؟ فهتيجي تشوف الاخير بعد كده نوت ات اول، نوت ات اول يعني لا شكر على واجب. طبعا هي مش ترجمه حرفيه، يستغرب واحد الترجمه يقول كيف نوت ات اول يعني؟ هتبدا تدخل في ترجمات كثيرة، وكيف تترجم مثلا عقد، مثلا عمل جابوا لك اياه، او انك انت في الشغل وحاب انك انت تكتب عقد، او انك انت كلام بتتكلم فيه يا اخي مثلا يقول واحد لا تحملنيش هذه المسؤولية، هذا مش غلطي، كيف تقول it's not my fault، I'm not responsible for. تبدأ تدخل في ترجمات، وهذه حلوة جدا، المرحلة اللي هتدخلك في الدهاليز اللي انت ما مرتش فيها هنا، هتدخل فيها في الترجمة، هتدخلك في التفاصيل الصغيرة. إذا العملية بسيطة جدا. وإنت كنت أول، كثير من الطلاب يقول لي والله أستاذ مراد أنا تايه، أنا أصلا مش عارف كيف أتعلم الإنجليزية. يا عمي أنا لما بروح المدرسة وبروح المعهد ومدرسين ما فيش أحد بيوضح لي إيش هي الخطوات اللي أتعلم فيها اللغة الإنجليزية، كيف أبدأ؟ يعني أنا درست حروف شوية، انتقلت جمل شوية، انتقلت. وفعلا في خربطة عند بعض المدرسين وبعض في عدم ترتيب الدروس او المراحل. المفروض الطالب ينتقل من هذه المرحله الى هذه المرحله الى هذه المرحله. بعض المدرسين يبداوا على طول في الجمل، او يبدا على طول في ربط الجمل، او يبدا في، وهذا تشكل خط. لا تنسوا انا بتكلم كل هذا باستخدام ايضا يعني الليسننج والريدنج والرايتنج، جرامر، برونسيشن، اسمع كثير، اقرا كثير، مع ترتيب او المشي بهذه الخطوات، وان شاء الله هتكون مستواك في اللغة الإنجليزية أفضل. أتمنى أن أنا أفدتكم. لا تنسوا الشير، أنكم يعني تشتركوا وتحطوا لايك. Thank you very much. I hope to see you soon. Good luck. Goodbye. Hello everybody. How are you? I hope you are fine. مرحبا بكم جميعا إلى درس جديد في اللغة الإنجليزية. ودرس اليوم سيتحدث على نصائح موجهة لكثير من الطلاب اللي عندهم مشاكل في يعني البداية، كيف يبدأ يدرس اللغة الإنجليزية، كيف يخطط أو ينظم لعملية دراسته للغة الإنجليزية. أولا أنا هتكلم على البداية. البداية بسيطة يا أخواني، انت كل ما عليك ان تعمله هو فقط انك انت بتقوم بعمليه يعني تحديد هدفك، هذا قبل كل شيء. يعني بصراحه في بعض الناس بيحب يدرس اللغه الانجليزيه بس هو مش عارف بيدرسها ليش. انت بتدرس اللغه الانجليزيه ليش؟ هل انت بتدرس اللغه الانجليزيه عشان تكون مدرس؟ ولا انت بتدرس اللغه الانجليزيه عشان المحادثه؟ ولا انت بتدرس اللغه الانجليزيه لكي تحصل على التوبل والايلتس وهذا الشيء هيفيدك في البعثه او السفر للخارج؟ انت بتحدد لي ليش حاب تدرس اللغه الانجليزيه.
أقدر أقول لك أنت تحتاج المدة كم، وأقدر أحدد لك أنت الموضوع هيواجهك إيش من صعوبات. لأنه إن كان أنت مثلا حاب فقط إنك تدرس اللغة الإنجليزية عشان تتحدث من أجل السفر ومن أجل إنك أنت تصبح أمام المجتمع إنسان مثقف وإنسان يعني عنده لغة، ففين ما سافرت يعني بتستفيد من هذه اللغة، فأنا أقول لك الموضوع جدا جدا بسيط، قد لا يتجاوز 3 إلى 4 أشهر إذا عندك يعني بس الحروف والأشياء الأساسية. بمعنى يعني إذا أنت عارف الـ ABCD وتعرف شوية كلمات كار وبوك وكذا، 3 شهور بتكون كافية، 4 شهور يعني بتكون أفضل. طبعا كل ما كثرت المدة كل ما كان يعني تعمقك أكثر في اللغة وكل ما كنت أفضل، بس أنا بتكلم 3 شهور إلى 4 شهور اللي هي لغة بتخليك تعرف بتخارج نفسك، يعني بتعرف تتحدث، تعرف تتكلم، تعرف يعني تشرح بعض النقاط البسيطة. طبعا أنا ما بتكلمش إنك أنت بتكون واو يعني في اللغة الإنجليزية أو تكون إنسان عندك لغة إنجليزية متطورة، لا، أنا بتكلم على لغة إنجليزية مقبولة بتفيدك بتسافر بتطلع بتنزل، تعرف كيف تتكلم اللغة الإنجليزية بشكل جيد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية إنك أنت يعني إذا حاب إنك تدرس اللغة الإنجليزية على أساس إنك أنت تصبح مثلا تحصل على وظيفة، هذا موضوع مختلف. الموضوع انك انت تحصل على وظيفة هذا موضوع يحتاج انك انت على الاقل تاخذ 6 شهور. طبعا 6 شهور من فين؟ زي ما كلمتك 6 شهور من انه انت عندك الاساسيات، يعني تعرف شوية الكلمات الكار البوك وتعرف الواتس يور نيم يعني عندك، فبتاخذ كمان معاه 5 6 شهور. طبعا انا ليش طولت المدة هنا؟ لانه حقيقة الشركات والاعمال والجوبز الوظائف حقيقة بتحتاج منك إنك أنت تكون إنجليزيتك قليلة الأخطاء. يا جماعة ركز على كلامي، قليلة أخطاء بمعنى العمل ما يتقبلش إنك أنت تكون ضعيف، يعني هم مش ناقصين إن هم جايين يدربوك ويعلموك ويعطوك معلومات، هم منتظرين منك إنك أنت تيجي جاهز عندك لغة إنجليزية وعندك جاهزية مسبقة. فطبعا أنا بقابل كثير يعني ناس عندهم يعني محادثات، وانا بنفسي بقوم بعمليه المقابلات يعني مع الموظفين اللي بيتقدموا للوظيفه، وحقيقه كثير ناس جدا يعني عندهم لغه انجليزيه جيده، وفي ناس عندهم لغه انجليزيه مكسره، وفي يعني متوسط. طبعا احنا كجهه او كاي عمل بيبحث على الافضل. عاده لما بتدور اي شركه او اي جهه بتنزل اعلان على وظيفه، أفضل واحد بيتحدث اللغة الإنجليزية هو هيكون له الاختيار بكل بساطة. يعني طبعا بغض النظر عن المؤهلات، أنا بتكلم إنه يعني قابلنا المؤهلات كلها متساوية، فقط الفرق في اللغة الإنجليزية عشان بس محدش يفهمني غلط. طبعا بالنسبة للوظائف تحتاج 6 شهور إلى 8 شهور ممكن بعض الشركات القوية والرواتب الكبيرة حقيقة بيحتاجوا يعني لغة إنجليزية واو، يعني حتى إن بعض الشركات الكبيرة بتحتاج إن بتسوي لك امتحان في الرايتينج، في الريدينج، في الليسينينج، في السبيكينج، في كل حاجة بيعصروك عصر، أو بيختصر لك الموضوع يقول لك أعطيني شهادة في التوفل أو في الآيلتس جايب فيها درجة كذا كذا، والله يبارك لك تفضل عندنا خش. تمام. كذلك في حاجة مهمة اللي هي الإنجليزي التجاري، English for Business. اللي بيدرس لغة إنجليزية وبياخد كمان كم كورس في الإنجليش for Business، ما هو الإنجليش for Business، هو كيف إنك أنت يعني تدرس المصطلحات الإنجليزية باللغة الإنجليزية، المصطلحات التجارية يعني اللي تختص بالإيميلات في البزنس، في يعني التقارير، الميتينجز، المقابلات. حقيقة هذه بتفيدك جدا. تمام، يعني هذه بتفيدك جدا. انت كل ما كان عندك كلمات إنجليزية تجارية ممتازة، كل ما يعني كان هذا الموضوع يعني تفضيل لك عن غيرك. طبعا البعض بيقول انا عندي مشكلة في مصطلحات التجارية، كثير من الموظفين هذه لها كورسات خاصة، يمكن البعض ما يعرف الموضوع هذا ويروح يدرس كذا دورة برضو ما انحلتش مشكلته، وهذه زي ما كلمتك ليها دورات خاصة حقيقة. المعاهد والجهات اللي بتقدم هذه الدورات قليلة لكن موجودة، يسموها English for Business.
بتتكلم عن الكورسبوندنس، المراسلات التجارية باللغة الإنجليزية، وهي طبعا يعتبر بحر حقيقة، وجد جميل جدا انك انت تدرسها. طيب اللي حاب انه هو يدرس عشان موضوع التوفل او الايلتس، حقيقة التوفل والايلتس في مفهوم خاطئ عند كثير من الناس. ما هو اصلا توفل والايلتس؟ الواحد يقول لك انا مثلا التوفل والايلتس هذا واحد انا رسبت فيه. حبيبي ما فيش رسوب في التوفل والايلتس. التوفل والايلتس هو عبارة عن قياس، امتحان قياس زي الميزان. انت بتطلع فوق الميزان عشان بتشوف وزنك، وبتخش الامتحان التوفل او الايلتس عشان بتشوف انت كم درجة جايب. زي ما قلنا في التوفل الدرجة النهائية في بالنسبة للورق البيبر اللي هو 677، والكمبيوتري اللي هو الانترنت اي بي تي اللي هو 120 اخر درجة. الايلتس اللي هو 9 درجة نهائية. فعادة الجهة والشركة اللي تطلب منك تطلب منك درجة معينة. مثلا في الايلتس الشركة ممكن تقول لك اروح اعطيني 5 في الايلتس. 5 من كم؟ من 9، يعني تقريبا فوق النص بشوية. يعني يكون زي اللي يقول لك حابين تكون لغتك الإنجليزية متوسطة. طيب كم أنا أحتاج لو طلبوا مني الشركة مثلا 5؟ أنت لو طلبوا منك الشركة 5 وأنت لسه في البداية، زي ما قلنا عندك شوية حروف A B C وكارو بوك واتس يور نيم وير ار يو فروم، حاجات بسيطة في اللغة الإنجليزية، فأنت هتحتاج تقريبا يعني سنة. واحد يقول كثير سنة، أنت ممكن تختصرها. هي عزيزي الأمريكان يعتن او الاجانب بيعتبروا الموضوع عباره عن عدد ساعات، فبيقول لك انت بتدرس معايا 100 ساعه 200 ساعه 300 ساعه، بتضغط على نفسك بتخلص في اليوم الواحد كذا ساعات اكثر. اليوم الفلاني ضغطت على نفسك درست 10 ساعات 5 ساعات 3 ساعات ساعتين، 10 ساعات كثيره. لا 3 4 ساعات ممكن تكون كويسه. اللي يهمني مش عدد الساعات، اللي يهمني مين اللي بيدرسك. بالذات التوفل والايلتس للاسف اغلب المدرسين المتوفرين هم بيدرسوا يعني المناهج اللي هي المدرسيه اللي هو المتوسطه والثانويه والجامعيه، وعاده التوفل ايلتس صراحه بعيد كل البعد عن هذا الموضوع، بطريقه امتحانه باسلوبه بصعوبته بالاخطاء اللي مثلا بيخطا فيها الطلاب. يعني كثير جدا من الطلاب بيجيبوا درجات واو في الثانويه في الجامعه بيروح يختبر التوفل ايلتس بيرسب فيه. يكفي ان انا ما ابغى اخوفك اكثر، لكن يكفي ان اقول لك انه البريطانيين نفسهم ما بيجيبوش درجات كويسه. طبعا لما قلت بيرسب فيه يعني ما بيجيبش الدرجه المطلوبه منه. عاده لما واحد يقول انا ريسبت في الايلتس او في التوفل، يعني لا يعني انك انت ريسبت بمعنى انك انت لوحدك امتحنت نفسك، لا، انت مثلا شركه معينه طالبه منك درجه فانت ما جبتهاش، او مثلا في الهجره كثير ما بيطلبوا في الهجره الايلتس، فبيقولوا في كندا واستراليا ودول كثيره اعطيني في الايلتس درجه كذا كذا اعطيك يعني فرصه انك انت تدخل بلادنا. طبعا بجانب شروط كثيره، كثير بيعرفوا الناس اللي بيحبوا يهاجروا يعرفوا على ايش بتكلم. فانت ما بتجيبش الدرجه، وعادة بيطلبوا 6.5 7، ومثلا ما بتجيب 5 انت، يعني معناته ريسبت في الموضوع. حدد لي وجهة نظرك، انت بتدرس اللغة الانجليزية ليش؟ هذا قبل كل شيء، انت بتدرس اللغة الانجليزية ليش؟ زي ما كلمتك عشان بس تتحدث، عشان انك انت توفل ايلتس، عشان السفر، عشان انك انت مثلا تحصل على منحة، عشان تكون مدرس لغة انجليزية. وحقيقة انا اشجع جدا هذا الموضوع. الوطن العربي بحاجة إلى مدرسين لغة إنجليزية بشكل كبير جدا. يعني مهما كان عدد المدرسين اللغة الإنجليزية كثير، إلا أن هناك معاهد ومدارس وجامعات بتحتاج. واحد يقول أنا ممكن أدرس بدون ما يكون عندي توفل يعني بكالوريوس؟ ممكن. كثير جدا من المعاهد والمدارس، صدق أو لا تصدق، والجامعات بيدرسوا مدرسين في هذه الجهات بدون أن يكون معهم بكالوريوس لغة إنجليزية، بيكون معهم توفل أو آيلتس، أو يكون عندهم ما يسمى السالتا أو تيفل، وهذه الشهادات اللي هي قوية في تدريس اللغة الإنجليزية مهارات يعني. فأنا بتكلم معاك، حدد هدفك. النقطة الثانية، يجي واحد يقول أنا عندي مشكلة يا أستاذ مراد في عملية إنه حفظ الكلمات. يا أستاذ مراد الكلمات عندي تعبتني، يعني أنا بحفظ الكلمة وبنساها، بحفظ الكلمة وبنساها. عزيزي حفظ الكلمات ليس هو الحل، حفظ الكلمات ليس هو الحل. أنت لما بتحفظ كلمة وما بتستخدمها أبشرك هتنساها. هضرب لك مثال على الموضوع ده عشان تفهم. أنت مش أحيانا بتدرس بتدخل فصل جديد في الجامعة في المعهد في أي مكان، في عندك 20 طالب مثلا يفترض معك في القاعة،
الأشخاص اللي أنت بتتعامل معاهم وبتناديهم يا عبد الله يا عبد الرحمن يا فيصل يا جميل، إذا بتستخدمهم يوميا بتحفظهم. الأشخاص اللي أنت عرفت اسمه إنه اسمه سمير بس أنت ما بتستخدمش اسمه، فأنت أوتوماتيكيا بتسأل زميلك هو هذا اسمه إيه؟ ولا هذا هو ممكن يكون نفسه إذا مش مستخدم الاسم بيكون ناسي. إذا أنت نفس الشيء، يعني أنت أحيانا بتقول أعطيني يا حول الله يا رب الله، بيقول لك إيه يا أخي أنت لك فترة طويلة ما ذكرتش الكلمة هذه، مثلا نقول مثلا ملعقة، نفترض أن أنت ليك فترة طويلة ما ذكرتش الملعقة أو البراد الشاي أو فبتقول يقول لك الملعقة الشوكة. الشوكة يا أخي بتحصل معانا صحيح نادرة ولكن بتحصل. اللي حاب أوصل لك إياه، كل ما أنت استخدمت الكلمات في جمل كل ما ثبتت معك، كل ما أنت أخذتها ورميتها وطنشتها. أنا حفظت كلمة education التعليم، أخذت كلمة investment الاستثمار، أخذت كلمة جميل جميل جميل، أخذت كلمات استخدمتهم. لا واحد بيقول أنا أستخدمهم مع مين يا أخي؟ بالله استخدم، أنا ما عندي لا مدرس ولا عندي. عندك طرق كثيرة يا جماعة، استغلوا الإنترنت، فيه تشات، فيه دردشة، فيه مواضيع كثيرة جدا تقدر تفتح فيها مواضيع. يعني حقيقة في مشكلة برضو أخرى حابة أوضحها، موضوع النطق. النطق اللي هو التلفظ، واحد يعني عند ناس كثير جدا وهم إنه لازم يتكلم زي البريطاني والأمريكي بشكل ممتاز. حبيبي شيل المشكلة هذه من راسك، اللغة الإنجليزية الآن لغة عالمية، أهم شيء بتنطق الكلمة بشكل صحيح. سيبك من الأمريكي والبريطاني اللي هو لازم تكون أنت زي ابن البلد يا أخي، يمكن ما يكون عندك القدرة. البعض عندهم أنت بتسمعهم عندهم قدرة التقليد. Yes, that's right. Now I want to tell you something very important about the people in Saudi Arabia and the other countries. في عنده هذا الإنسان قدرة إنه بي 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 بيعرف يخرج صوت. أنت يمكن ما عندك قدرة فتكلم طبيعي، يعني مثلا I want to tell you something very important about the people in Saudi Arabia and other countries. طبيعي يعني مش شرط ان انت ممكن يعني تتقمص الشخصية وتنطق، اهم شيء ما تنطقش مثلا the people، تنطقهم the people او تنطقها بشكل خاطئ، انطق الامور بشكل صحيح يفهمك الاخرين، كذا موضوعك انتهى ومشكلتك اوكي. لا تحاول انك تختلق نفسك المشاكل، والمشاكل ليس لها وجود الا في عقلك، صدقني انت بتختلق نفسك المشاكل حتى تتوقف عن الدراسة، حتى تتكسل نفسك، بينما الموضوع بسيط، الموضوع ما يحتاج، الموضوع انك انت اعطي نفسك الهمة والاصرار والثقة وخذ ديزيشن، خذ قرار انك انت هتتغلب على المشاكل هذه، واعتقد انه كل شيء هيكون بيرفكت، يعني هيكون ممتاز. النطق، الكلمات، احفظ جمل، لا تحفظ لي كلمات، احفظ جمل كمان، انت احفظ لي 15 اسئله وروح طبقهم مع اي اجنبي، والله هتشوف الموضوع جدا مؤثر. تيجي لعند واحد واتس يور نيم، وير ار يو فروم، واتس يور جوب، هاو اولد ار يو، ار يو ماريد اور سنجل، هاو ميني براذرز دو يو هاف، كم عندك اخوان. صدقني خذ اليوم 10 اسئله وروح طبقها، وطبق اسبوع، طبق اسبوعين، وخذ بعدين 10 اسئله وبعدين 10 اسئله وطبق، هتذكر كلام الأستاذ مراد صدقني. Thank you very much for your listening. That was Mr. Murad with you. شكرا جزيلا لكم جميعا، وأتمنى لكم أن تصلوا إلى اليوم اللي تتغلبوا على جميع مشاكل اللغة الإنجليزية. Thank you and see you soon. Good luck.